السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سالم السعد. اليوم سوف نتعلم السلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 11 بطل أوامر. سوف نتعلم في هذه الحلقة أمرين جديدين. أولا نقوم بكتابة APT، ندخل إلى السودو وثم نقوم بكتابة APT. سوف نقوم بتحديد النظام وثم من تقييته أيضا ومن ثم من ترقية جميع البرامج وحذف الحزم التي لا تحتاج إلى ترقية أو التي لا تحتاج إلى الاستخدام، أي ليست لها فائدة. سوف نعود لكم بعد أن يتم بعمل أبديت للنظام. بعد أن يتم عملية الأبديت نقوم بعمل عملية الأبجريد. نعود إلى الأمر من خلال السهم الأعلى المتواجد في لوحة المفاتيح، نقوم بكتابة نفس الأمر وثم أبجريد. نعود لكم بعد أن يتم بإكمال الأبجريد. الآن سوف نتعلم الأمر الجديد وهو sudo apt-desk. لنقوم بتوضيح ماذا يقوم بعمله. هنا كما تشاهدون في الأعلى لدينا حزم لا نحتاجها إلى الآن. سوف نقوم باستخدام sudo apt أوتو ريموف بحذف هذه الحزم التي لا نحتاجها، أو قمنا بحذف البرامج. والآن سوف نستخدم sudo desk upgrade ليقوم بحذف بترقية الحزم المتبقية. الآن كما تشاهدون لدينا upgrade 0 و new install 0، أي أوامر جديدة والريموف أو التطبيقات التي لم تتحدث جميع التحديثات. نتأكد من خلالها في هذا الأمر test upgrade. upgrade يقوم في الترقية البرامج، والبرامج المتبقية نقوم بترقيتها من خلال test upgrade أو لحذف الحزم الغير لازمة. الآن نقوم بتطبيق sudo apt-get ثم نقوم بتطبيق auto remove. هذا هو الأمر. عاد إلى الأعلى كما تشاهدون APT Auto Remove لحذف الحزم الغير مقامة. نقوم بالنقر على Enter والآن ننتظر، ثم نقوم بكتابة Y Yes ويقوم بإتمام العملية في حذف الحزم. كما تشاهدون Removing هذه الحزم الغير ضرورية، ونعود لكم بعد إتمام العملية. سوف نتعلم أمر جديد وهو نقوم بتنزيل صفحة من الإنترنت. بعد أن دخلنا إلى فايرفوكس نذهب إلى مثلاً هنا نأخذ هذا الرابط http://www.blogspot.com. نقوم بفتح الترمينال ثم نقوم بكتابة apt لنقوم بتنزيل الصفحة من الإنترنت، وثم نقوم بلصق الرابط هناك كما تشاهدون، وثم انتبه لنشاهد العملية. نقوم بإضافة الآن هنا كما تشاهدون سوف يقوم بتنزيل الصفحة. انتر. الآن قام بتنزيل الصفحة. الآن كما تشاهدون هذه الصفحة index.html.1. هذه الصفحة عندما نقوم بالتنزيل بالدخول إلى الملف يقوم بفتح الصفحة. كما تشاهدون فايل -home/desktop-index.1. الآن بعد أن قمنا بالتعلم على هذه الأوامر أو التعرف على هذه الأوامر، الآن نقول لكم مع السلامة ونلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله في الحلقة 12.